السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يزرع ما يوازي 20% من صادراته، و80% بيطلع
المزارع بتتراوح من 3 لخمس شيادين متركزه في مركز بلد في الهويه. ده فراغ الفاصوليا شهر، البصل والثوم شهر. طيب يا جماعه، انت لو جبتش الشغل بتاعك على مدار 20 سنه، علمنا ان لو ما جبتش السلسله من اولها واولها هو المزارع الصغير مش هتقدر تستمر. فانا حتى نفسي اتعرف على رايكم في المحاصيل اللي احنا بنشتغل عليها للمزارع الصغيره. تبقى عضو جمعيه ومزارع كبير، اولا هو بيعرف يجيب اللي هو عايزه وبيدفع ثمنه، ثانيا احنا كده بنخدمه مفيش فيها مشكله. احنا اللي عايزين نوصل المزارع محدود الحيازه او المستهلك اللي بيزرع في مساحات صغيره جدا، ايه اللي ممكن نعمله عشان نساعده؟ طبعا البنيه بتتميز، يعني انا مش عايز اقول مميزات البنيه المحافظه لانها لا تحصى ولا تعد في وجهه نظر المواطن، دي مش مكمله، دي حقيقه. نعم، الجو طاري متميز جدا عن بقيه البلد، ويمكن من احر المحافظات صيفا واقل درجه قدره ورطوبه على مستوى جنوب مصر العربيه، بتسجل في البنيه الشتاء. الشتاء طويل جدا، يعني حتى السنين اللي الشتاء فيها جميل محدود او الصقيع جميل محدود، طول الفتره بتنفع المزارع في البنيه. Yeah.
نركز على الاصناف المنفروطي وفي الوندر فول. مشكله الوندر فول هو ده انا بقول لحضرتك مركز فيه الاراضي الجديده. ايوه والاراضي اللي هي بتشرب البنجيل. تمام. وهو من عيوبه ان فترته والطول المد بتاعه عن الاصناف الاخرى الثانيه. تمام. فبالتالي لما بتطول الفتره بتاعته بيحصل زي ما بنجح. ايوه. فما بيديش فرصه لا لون للقشره ولا لها لون للثمار اللي هي جوه موجوده. لما رحنا قارنا حضرتك عملنا دراسه ما بين الرمان في المنيا والرمان فيها صخور وخاصه في الممالك لقينا ان شجره الرمان الموجوده في المنيا تعتبر فرع من شجره الرمان اللي موجوده في البدائل، يعني حتى الحجم الليمون الخضري. اقول لحضرتك بعد جدا، فهو في مشكله فعلا لوجود الصنف واندرفول في المنيا وخاصه في زي الصحراء. في ونفس الشيء يعني الري بتاعه بالغمر، الري بتاعه بالغمر مشكلته برضه التلوين وفتره الطول، وكل فتره من الطول بيحصل التفتت والانشقاق بتاع الصبر. Yeah.